就是你听我讲说，西方国家比较严重，就是说我们在谈明星的，我一开始听，反正包括华语嘛。But how do we have three models to first عملية DNA replication؟ ففي عندنا الموديل الأول اللي اسمه semi-conservative DNA replication. هلا conservative معناه conservative اللي هي محافظ، يعني أنت بتحافظ على نفس المادة الوراثية، على نفس كل شيء. هلا semi-conservative يعني 100، يعني conservative يعني 100% اللي هي تكون the same. هلا semi-conservative DNA replication اللي هي معناها each daughter complex contain one parental and one daughter استمرت فيها سلسلة أصلية وسلسلة متممة تم إنتاجها بشكل جديد، فهذا معناها سيمي كونزرفاتيف. الكونزرفاتيف معناها one daughter duplex contain both parental strands and other contain one اللي هي daughter strands و dispersive اللي معناها يعني replication يعني model معناها each daughter complex contain intra split parental and daughter segments. هلا راح نشوف يعني هذول الثلاث معناها. فإذا السيمي كونزرفاتيف معناته انه في عندنا البرنتال دابلكس، هذا الدي ان اي اوريجينال دي ان اي اللي موجود بالاوريجينال سيل. اوكي، بنلاحظ انه في عندنا فيرست سايكل بصير في عندنا عمليه تضاعف للماده الوراثيه اللي هي هلا رح ناخذ الريبليكيشن بشكل يعني بسيط ومبسط، بس فور شورت بنحكي انه في بيتم تفسير الروابط الهيدروجيني بين البيسز، وبصير في عندنا عمليه تو ستراند من الدي ان اي، كل ستراند من الدي ان اي بصير في عندنا انزيمز، هاي الانزيمز بتعمل عملية كومبلمنتيشن للستراند. بنلاحظ بالفيرس سايكل في عندنا اللي هو تو نيو ستراند او تو بيرنتال يعني تو دوتر ستراند، كل ستراند تحتوي على نفس المادة الوراثية بالمادة الأم، بس في عندنا تم إنتاج اللي هو سيكونس اللي هي الجديدة اللي هي الكومبلمنتري سيكونس اللي هو باللون الأحمر. هلا السكند سايكل بنلاحظ إنه كمان جزء منها بنلاحظ إنه في عندنا إنتاج ل نحكي الاوريجينال ستراند هون وذ نيو كومبلمنتري ستراند واللون الاحمر نيو دوتر ستراند او تو دوتر ستراند ذات كونتين ذا سيم جينيتيك ماتيريال. فبنلاحظ اذا هون السيمي كونزرفاتيف انه شبه محافظ، انه جزء منه الماده الوراثيه هاي كانت من ذا سيم از اللي هو الاوريجينال ستراند اند ذا اذر واز اللي هي كومبلمنتري اللي هي ستراند أو النيو ستراند بس اتس كومبلمنتري. اوكي، هلا الموديل الثاني حطوه اقترحوا انه السي الكونزرفاتيف موديل اوف ريبليكيشن، فلاحظ في عندنا البيرنت دوتر دوبلكس، فحكوا انه ممكن يتم في عندنا فيرست سامبل تضاعف الماده الوراثيه بشكل 100% ايدنتيكال، وكل يتم نسخ الماده الوراثيه بشكل ازواج اللي هو انتاج اللي اللون الاحمر. هاي الفيرست سايكل والسكند سايكل فبنلاحظ انه كان في عندنا كمان ما في عندنا يعني موزايك او ما كان عندنا كومبلمنتيشن سيستم واضح كما هو الحال بالكونزرفت كومبلمنتيشن. فهي السيستم باللون الازرق بالفيرس سايكل والسكند سايكل برضه باللون الازرق، فالدي ان اي يعني ستيبل اند اتس كونزرف. هلا ديسبيرسيف ريبليكيشن معناته اتس راندوم، فبنلاحظ انه جزء منهم هون الجزء الاعلى من السلسله هاي الدي ان اي كان باللون الازرق وبالتالي كان كونزرفتيف، والجزء الثاني هون كان سيمي كونزرفاتيف. نفس السيكونس اذا كانت تحتوي على كونزرفاتيف والسيمي كونزرفاتيف اللي سميناه ديسبيرسيف اللي هو متنوع في الدي ان. فكانوا اذا العلماء حطوا 3 موديل عشان يحكوا انه كيف بيتم تضاعف الماده الوراثيه. الموديل الاول اللي قلنا السيمي كونزرفاتيف موديل اللي هي الدي ان اي تعمل تتحطم، بس تتحطم ترتبط فيه برايمرز او دي ان اي سيكونسز، وبصير في عندنا عمليه بناء الكومبلمنتيشن سيستم، فبصير في عندنا تو سيكونس اوف دي ان اي، كل سيكونس تحتوي على 1 بارنتال ستراند اند 1 اللي هي النيو سنتسايز ستراند. هاي اول موديل. الموديل الثاني حاكي كونزرفاتيف انه نفس الدبل ستراند سيكونس بتضلها موجوده نفسها، وبتم انتاج سيكونس ثانيه تحتوي على دبل ستراند دي ان اي، هاي بنسميها كونزرف. والنوع الثالث اللي هو السبيرسيف ريبليكيشن، جزء من الدي ان اي بيكون في عنده 1 نيو ستراند و 1 يعني اوريجينال ستراند، والجزء الثاني من نفس يعني الدي ان اي بيحتوي على اللي هي 2 كوبيز اوف الدي ان اي. فهون حطوا اذا 3 اقتراحات اللي هو كيف البروبوزد ميكانيزم، هي حاطين لكم اياها فوق. اللي هي دي ان اي ريبليكيشن باي مانسون اند ستاهل،
هلا هون الاكسبيرمنت عشان يتاكدوا اي موديل هو الموديل اللي ماشي او الموديل اللي صحيح اللي بتتم في عمليه التضاعف الدي ان اي. فعملوا هاي الاكسبيرمنت وبنلاحظ احنا بالكتاب كثير يعني بيعملوا اكسبيرمنت واغلبيه الاكسبيرمنت شباب هي اكسبيرمنت فعليا تعتمد على مش على الانسترومنت تعتمد على الكونسبت اوكي على فيري سمبل كونسبت. فبنلاحظ مثلا هذا الشخص اللي هو الماكسيمم ستاهر حكى انه في انا دي ان اي ريبليكيشن. هل الدي ان اي ريبليكيشن اوكي اس سيري كونزرفت موديل ولا كونزرفت ولا اكسبيرس؟ فحكى انه في عندنا اللي هو السيزيوم كلورايد اوكي. هذا السيزيوم كلورايد بنلاحظ انه في عندنا يعني عمل عمليه سنترفيكيشن تست دي ان اي موديل ريبليكيشن. فهنا حط السيزيوم كلورايد على عمليه ترسيب اللي هو الماكروبيه. بعدين this method is able to separate molecule with slightly different molecular weight. بعدين عمل عملية اللي هي culture للبكتيريا اللي سميناها E. coli اللي بتحتوي على DNA في ميديا. هاي الميديا بتحتوي على heavy nitrogen اللي هو N15 اللي هو heavy nitrogen for many generation. فبنلاحظ هلا بالرسمة هون في عندنا ال E. coli. هذا E. coli عمل عملية اللي هي culturing وحط فيها ال N نحكي ال heavy اللي هو الان 15 مولكيول وعمل عمليه كلتشر. فصار في عندنا بعدين عمل عمليه اللي هي سنترفيكيشن وصار في عندنا عمليه اللي هي ديتكشن للهافي مولكيول. فلاحظ انه في عندنا اغلبيه الخلايا بالدي ان اي تاعها تستخدم النيتروجين لايش شباب؟ ايش؟ النيتروجين هي عبارة عن نيتروجين. احنا عندنا الدي ان اي بتتكون من شو؟ نيتروجين بتتكون من نيتروجين بيس اللي هي النيوكليوتايد صح؟ فهلا الدي بس يصير في عندنا تركيب تكوين للدي ان اي بصير يستخدم النيتروجين هذا اللي بسموه ايمنت العنصر النيتروجين هذا عشان يبني ايش؟ نيتروجين بس. طيب ايش؟ لا استنى هيك كثير، لو بستخدم النيتروجين من اجل بناء ايش؟ نيتروجين بيس بس. لو بستخدمها ايمان هذا النيتروجين الهيفي نيتروجين او النيتروجين 15 لبناء نيتروجين بيسز. هلا لو حطيناها من النيتروجين 14 بصير استخدم شو؟ نيتروجين 14 صح؟ لبناء نيتروجين بيسز. ففعليا هلا بس فعليا هو بيقدر بس عمل الايكولاي سيلز او البكتيريا وعمل عمليه اللي هي دروب البكتيريا بميديا تحتوي على النيتروجين 14 تضاعفت البكتيريا. وهاي البكتيريا بس عمل عمليه عزل للدي ان اي تاعها وعمليه اللي هي راديو ليبل ديتكشن او ديتكشن. لاحظ انه كل البكتيريا تحتوي على اللي هو الدي ان اي اللي داخله هو عباره عن النيتروجين اللي هو 14 اوكي. هاي اول نقطة شيء 15 هلا يعني. الخطوة الثانية عمل عملية اللي هي second cycle يعني أخذ من هاي البكتيريا عزل البكتيريا وحطها بميديا ثانية. هاي الميديا الثانية تحتوي على نيتروجين بيس أو نيتروجين عفوا بس مش 14 مش 15 نيتروجين ايش؟ 14 ليبل 14 اوكي. فلاحظ انه هون جزء منها وعمل عزل الدي ان اي. لاحظ انه في عندنا الدي ان اي كان هو كله يحتوي على اللي هي النيتروجين 15 اند نيتروجين 14 اوكي. ما كان يحتوي على نيتروجين 14 ولا كان يحتوي على نيتروجين ايش 15 الون. فهون قال انه الدي ان اي صار في عندنا انكوربوريشن بين الاولد دي ان اي بين ايش نيولي سنثسايز دي ان اي. والدليل انه احنا اخذنا بس البكتيريا بالاكسبيرمنت الاولى اللي الدي ان اي تاعها بكون ليبل بالنيتروجين 15 وحطيناها بميديا ثانيه كان فيها نيتروجين 14 واخذنا الدي ان اي وخلينا الخلايا تتكاثر او تعمل مالتيبليكيشن للدي ان اي واخذنا الخلايا وعزلنا الدي ان اي تاعها وعملنا عمليه كلونينج. فلاحظنا انه الدي ان اي بهاي الاكسبيرمنت كان عندنا ميكس بين النيتروجين 14 والنيتروجين 15. فالدليل انه صار في عندنا عمليه انكوبريشن بين تو يعني different type of DNA وهو تدعم هذا اي موديل شباب
السيمي كونزرفاتيف موديل صح؟ يعني السيمي كونزرفاتيف موديل قلنا في خط ازرق سلسلة زرقاء اللي هي الأصلية والسلسلة الحمراء اللي هي نيو سامبل سايز، هذا الموديل الأول. الموديل الثاني كونزرفاتيفز اللي هو كل السلسلة عبارة عن لون أزرق والسلسلة الثانية عبارة عن لون أحمر. هلا إذا الموديل بتاعك تي أن ريبليكيشن بتاعك كان كونزرفاتيفز المفروض ما راح يطلع عندنا بالإكسبيرمنت هاي تو باندز أو تو تو باند، بتعرف شو يعني باند صح؟ اللون الأسود لازم يطلع عندنا ليبل بالنيتروجين 14 والنيتروجين ايش 15 اذا ما كان اوف اوبريشن بين نيو دي ان اي سيكونس و نحكي اول دي ان اي سيكونس. بس هذا الشيء ما تم، فبنلاحظ صار في عندنا بالهايبر دي ان اي تحتوي على بورت اللي هو الان 15 فالخطوة الأولى اللي هي قلنا في بس صار في عنا عملية إنه حطينا الميديا في N15 وأخذنا الـ DNA sample لاحظنا إنه كل الـ DNA بيحتوي على N15 أوكي. بعدين أخذنا البكتيريا هون اللي بتحتوي على N15 وحطيناها بميديا جديدة اللي تحتوي على N14 group media، وبعدين نميناها وعزلنا الـ DNA لاحظنا إنه كل الـ DNA تاعنا يحتوي على both old DNA and the new DNA. صار في عنا عملية replication وعملية binding with اللي هي new DNA اللي هي strand. هلا الاكسبيرمنت الثالث اللي حطها اللي هي صار في عنا لما السايكل نمبر 2 وال N14 growth medium، فصار في عنا هنا عمليا اللي هي two sequence من DNA origin، يعني they have the new synthesized DNA و two sequence are hybrid. والسايكل الثالثة عن N14 لاحظ انه كمان نفس الشيء مرة صار في عندنا line to hybrid DNA. فبنلاحظ اذا هون ما تم تنمية البكتيريا للسايكل الثانية والثالثة والأولى على N15، والN15 ضروري متواجد في المادة الوراثية لأنه حكينا انه في DNA هون في replication method هي سيمي كونزرفاتيف بروتوكول عندنا sequence من الأوريجينال strand موجودة وفي عندنا سيكونس الثاني اللي هي عملية يتم إنتاجها بشكل جديد. هلا هي مش صبغة، هي نيتروجين، هذا راديو ليبل نيتروجين، اوكي؟ راديو ليبل نيتروجين، فقلنا الباك كيف تتذكروا الاكسبيرمنت الأولى شو اسمها؟ بس كانوا شاكين إنه الدي إن إيه هو البروتين، المادة الوراثية هي الدي إن إيه ولا البروتين؟ قلنا صبغوا البروتين البروتين صبغوه بالسلفر، راديو ليبل سلفر، والدي إن إيه صبغوه بشو؟ بالراديو ليبل فوسفورس اللي هو فوسفورس 32 صح؟ هاي دي نفس الشيء هون صبغوا الدي إن إيه مش يعني صبغوا عملية اللي هي حط النيتروجين بيسز اللي هي أو النيتروجين مش النيتروجين بيسز النيتروجين إلمنت كان عندك راديو ليفل اللي هو 14 وراديو ليفل اللي هو 15. هلا صارت الخلايا بس مش بتتضاعف بدها مواد خام صح؟ يعني كيف مواد خام؟ يعني احنا بس بتضاعف الدي إن تاعنا الجسم أو الخلية تاعنا بدها تكون بدها فوسفيت بتصير تاخذ فوسفيت بدها نيتروجين بتصير تاخذ نيتروجين بدها بنتوس شوغر او جيبس رايبوس شوغر بصير تاخذ اوكي. فهلا فتاخذ حسب الانفايرمنت اللي هي موجوده فيه. فاحنا بالاكسبيرمنت الاولى حطينا لها ميديا بالاضافه للراديو ليبل ايش او الان 15، فصارت بس تبني الدي ان اي كل الدي ان اي الماده الاساسيه او البيلدينج بلوك للنيتروجين هو النيتروجين ايش 15 اوكي. هاي الفكره. فبس صرنا نشوف فتحت الراديو ليبل يعني ماشيين صرنا نشوف الدي ان اي، هذا الدي ان اي ليبل اللي هو نيتروجين 15 اوكي. هلا عملية تضاعف الدي ان اي او الريبليكيشن البكتيريا بدنا نعرف انها باي دايركشنال يعني happens in both direction and start with a location. هذا اللوكيشن بتاع الدي ان اي بنسميه فيه multiple origin replication اللي هي اللي فعليا كل عملية الريبليكيشن بتحدث فيه. في عندنا بالايكالوجيكال
مش فقط one origin of replication, في عنا multiple origin of replication اللي هي نفس يعني مبدأ تقريبا نحكي starting point, في عنا أكثر من starting point بيتم فيها عملية replication أو قطع في الDNA بالكروموسوم اللي هو على human system. طبعا في experiment فلاحظوا إنه هنا بنلاحظ إنه في عنا replication bubble تحت الميكروسكوب, فلاحظوا إنه في عنا two replication fork, فهنا من هون بعد فترة طويلة لاحظوا إنه الDNA هنا كان عبارة عن single strand, فصار في عنا two strand من هون بيزيد ومن هون بيزيد, فلاحظوا إنه في عنا two replication fork بال replication bubble under the wood microscope, فدي يعني they assume إنه ال mechanism تاع الDNA replication is bidirectional. فلا راح نشوف كيف ألفوا بالذات كيف bidirectional. فهذا في عنا DNA, فقلنا DNA بيحتوي على multiple origin of replication. شو يعني origin of replication؟ يعني start point that يعني initiate اللي هي عملية DNA replication process. فبنلاحظ هنا في عنا DNA هو عبارة عن double strand circular DNA اللي بتميز فيه الخلايا طبعا الكروموسومات اللي موجودة بالبكتيريا. هلا الكروموسوم مالي عنده one كروموسوم البكتيريا أو few number of chromosomes, بس الفرق بيناتهم الكروموسوم تاع البكتيريا مالي بيكون في المركز عند اللي هو سيركولر, بينما الكروموسوم تاع الهيومن سيستم أو الهيومن أورجانيزم نحن نعرف إنه بيحتوي على two chromatids and we have اللي هو السنترومير in the middle. فحتى من ناحية المورفولوجي أو من ناحية الشكل تاع الكروموسوم, الكروموسوم تاع البكتيريا بيكون مالي اللي هو سيركولر and short and smaller in size compared to الكروموسوم أو الهيومن كروموسوم أو الإيكاريوت كروموسوم. فبنلاحظ هنا إذا صار في عنا عملية الأوريجين في الريبليكيشن هون, بعدين صار في عنا الريبليكيشن في both direction من 5 to 3 prime leading strand و lagging strand, and as a result we have multiple copies of the new DNA and each copy is يعني contain the original and the newly synthesized strand. فهذا هو مثال كمان للسيمي كونزرفاتيف موديل اوف دي ان اي اللي هي ريبليكيشن. ايش؟ هلا هو قلت لك هو يعني لو واحد مثلا سالك الدي ان اي في عندنا شو هو الريبليكيشن موديل او كيف يتم عمليه الريبليكيشن, بدك تفهم معلومه هلا ناخذها بالتفصيل, بس كبدايه في بيلدينج ستيب بدك تعرف انها باي دايركشنال, يعني happen in both direction في الدي ان اي سيكونس. الشغله الثانيه اللي هي الدي ان اي ريبليكيشن يعني موديل هو سيمي كونزرفاتيف موديل اللي هو يعني باللون زي ما حكيت انت باللون الاحمر واللون الازرق. ذاك المودلز they are not true models, they are not true models او the scientist او researcher proof that اللي هو الدي ان اي replicated through semi conservative model. اوكي مش على الديسبيرتيف ولا على الكونزرفاتيف. اوكي هذا هاي جزء مهم كثير يعني نشرح كثير كثير كثير. اخر شيء شكرا للسؤال انه كيف الدي ان اي بيطلع هو semi conservative model of دي ان اي replication, والدليل عشان هيك قلنا لك الاكسبيرمنت الثاني تاع النيتروجين صح, فهم اثبتوا اذا الدي ان اي هو سيمي كونزرفاتيف موديل. هلا بالبدايه حطوا ثلاث اقتراحات او ثري سجستد, اذا بتضطر ترجع لورا حاطين هون three proposed mechanisms. شو يعني proposed؟ مقترح. هلا بعدين في عندنا replication semi conservative بنلاحظ العنوان, بعدين صار يحكوا انه في عندنا evidence انه DNA هو semi conservative, فهون عملوا evidence of bidirectional and اللي هو عن semi conservative, فعليا هو semi conservative model. اوكي طيب على الشغله الثانيه اللي قلنا عنها المالتيبل ريبليكيشن او الاوريجن ريبليكيشن, في عندنا اكثر من يعني 1000 اوف اللي هي المالتيبل اوريجن ريبليكيشن, فحاطين هنا بالهيومن جينوم تقريبا عندنا 10000 اوريجن ريبليكيشن, يعني 10000 ستارتنج بوينت
الموجوده بالكروموسومات يتم من خلالها عمليه البدء تضاعف اللي هو الماده الوراثيه او الريبليكيشن. هلا الريت على الريبليكيشن زي ما قلنا بيختلف among different type of cells. شو يعني؟ replication rate between اللي هو organisms صح؟ مثال عليها البكتيريا والهيومن، هذا صح حمام. بس هلا احنا بنحكي حتى different rate between شو بكتيريا سلايد between cells. هلا احنا الهيومن احنا اكيد الريت اوف سيل ديفيجن بتاعنا او الريت اوف دي ان اي ريبليكيشن مختلف على الريت اوف بكتيريا. قلنا ليش؟ قلنا لانه الدي ان اي بتاعنا كبير وعندنا كومبلكس ماشينري وعندنا واسطات كثير لان انزيمز جديده وبروتين جديده وديفرنت اورجانيزم، فهذا منطقي واوكي. هلا حتى نفس الهيومن سيستم قايلين انه ديفرنت ريت اوف سيل ديفيجن بتوين سيلز صح؟ تمام؟ بتوين تايب اوف سيلز. وشو التايب اوف سيلز؟ هلا الهير فوليكلز. هلا احنا نعرف انه الخلايا تاعتنا عشان في عندنا خلايا تعتبر الريت اوف ديفيجن تاعها سريع وفي خلايا الريت اوف ديفيجن تاعها بطيء. مثلا الهير فوليكل قديش قديش؟ بدي اياكم كم؟ بالايام؟ اسابيع؟ سنة؟ انا بقدر اجاوب على الريد بلاد سيلز 120 يوم. طيب 120 يوم مين بعرف المعلومة هاي؟ طيب اعطينا معلومه ثانيه. طيب مثلا السكن سيلز الهير فوليكل سيلز بتختلف عن السبلين او عن الريد بلاد سيل او عن القاعده. اوكي في عندنا ليفل في عندنا هايلي ديفايدد سيلز وفي عندنا لو ريت او يعني ميديم ريت اللي هي ديفايدد سيلز. في عندنا سيلز ما تنقسمش اصلا. دي مثال على الكاردومايوسايتس والنيرون عصبية يعني. اوكي في عندنا اذا بالخلايا كم طلع غير فوليكات او غير سيلز؟ غير فوليكات 9 days 1 سنتيمتر every 28 days صغيرة السيل مالتبلاي 5 per سنتيمتر ديك بيرسل اكثر دقه صح يعني انت بس لتسهيل الامور تحكي الصبيه هون انه كل 9 ايام شو بصير؟ ارتفاع تنقسم خليه الهير فوليكل بينما الريد بلاد سيلز كل قديش؟ 120 يوم. فهون منطقيا معناته في عندنا ما دام الخليه بتنقسم معناته في عندنا ايش صار؟ يعني ريبليكيشن هذا تضاعف في الدي ان اي. في عندنا هذا التفسير اللي بنقول لك انه حتى واذا ذا سيم اورجانيزم وي هاف ديفرنت جينز اوف ريبليكيشن فالهير فوليكل عندها سوبر ايش يعني سوبر انزايمز بتخلي عمليه الريبليكيشن تاعتها ايفن فاستر ذان نو اذر تايب اوف سيلز. هذا التفسير اللي بنقول لك. ف هلا شباب راح نلاحظ ما بديش احكي مواضيع كثيره لانه جزء منه بس هون الريبليكيشن. هلا رح ناخذ التطبيق تاع الريبليكيشن على اخر شيء بس ناخذ المحاضره الجايه على البي سي ار وكيف البي سي ار. هلا حتى بالتريتمنت بالتريتمنت استراتيجيز في عندنا كثير من انواع التريتمنت. يعني الواحد دائما لازم يعني ما يتساهل في عمليه اللي هي البيسك نولوجي. يعني فعليا لو طلعنا عن جد بحكي بصير يعمل عمليه اللي هي explanation لأفري theory موجودة. فعليا هلا انت بتحكي ممكن تقول بتفهم معنا ليش بتاخذ يعني replication. بتعمل مثلا تدري يعني replication who cares يعني. هلا جزء منه بحكي لك البوزيتيف واي على احنا بنختار على البي سي ار كيف عملية الديتكشن مثلا الكوفيد 19 كيف البي سي ار بتجيب. فهي هاي معلومة الدي ان اي replication will be more يعني stable in your mind when you take your بي سي ار. انا كنت عارف الميكانيزم.
الشغل الثاني على أخطأ في بالي كل هذه السلافة إنه كثير من الدراكس وكثير من التريتمنت وكثير من الأنتيبيوتكس كلها شغلات تشتغل على عملية اللي هي البلوكج للريبليكيشن ماشينري. كثير من الأدوية تاعت اللي هي الكانسر تعمل عملية اللي هي تريتمنت أوف كانسر سيلز والبرنسبل أو البيسك شو بسموها البيسك ميكانيزم أو البيسك باك جراوند هي بلوكج للدي إن إيه ريبليكيشن في الخلايا الكانسر سيلز. هاي مثل المشكلة اللي رح ناخذها اليوم وكيف بتوقع الدي إن إيه مين يسبب الدراج إكس ممكن أقول لك بيشتغل بعمل إن أكتيفيشن للدي إن إيه بوليمريز 1 مثلا. طب هو كيرز الدي إن إيه بوليمريز 1 إذا صار إن أكتيف معناته الدي إن إيه ريبليكيشن ماله ما راح يكتب وبالتالي ما راح يصير في عندنا شو طب ريبليكيشن وبالتالي مش عندنا دي إن إيه وبالتالي الدي إن إيه الخلايا هاي السرطانية ما بتخلص. فإحنا ممكن يكون انهبيتور ولا دراج معين بعمل عملية تارجتينج للإنفلاميشن كلهم تارجتينج لعملية الدي إن إيه ريبليكيشن وبالتالي تعمل عملية التريتمنت. ففي كثير من الأنتي بايوتيك البرنسبل أوف أكشن إنهم بيعملوا بريفنت أو إنهبيت الدي إن إيه ريبليكيشن للبكتيريا أو للفنجس إذا أنتي فنجس. في كثير من الدراجز اللي هي كانسر تريتمنت دراج أو أنتي كانسر دراج لينكد تريت أو stop the distribution by inhibition of replication. فإذا وردت إذا تقرأ الإشي ليفلت أو principle يقول لك DNA replication it's worth it to know what's DNA replication. لأنه كل إذا الواحد بعرف مثلا من الدراج ولا principle بس مش عارف شو DNA replication أو كيف تتمه تكون الأمور مش واضحة. طيب فهي كلها جزء منه زي ما حكينا مقدمة كمان ما أخذناش بعدنا DNA replication. الفكرة من هاي البابلز أو الريبليكيشن بابلز إنه في عنا ملتيبل أوريجين أوف ريبليكيشن مش منطقة واحدة في الدي إن إيه هي بتبدل شكل مش الدي إن إيه أنا بدي أنسخ هون 200 كرسي اللي دي 200 بيس اللي دي إن إيه ببلش من هون لا في عندي أنا هون ون ستوب ون دي إن إيه ريبليكيشن أو أوريجين ريبليكيشن في عندي هون أنذر أوريجين ريبليكيشن هناك عندي أنذر أوريجين ريبليكيشن هون عندي في الدي إن إيه عشان يخلص بسرعة عملت ريبليكيشن في عنا ملتيبل أوريجين أوف ريبليكيشن إن ذا دي إن إيه. فهذا اللي بحكيه هون في عنا 1 ملتيبل أوريجين. الشغل الثاني شو كمان عشان السرعة؟ إنها باي دايركشنال يعني هون الصبيين هون ملتيبل أوريجين أوف ريبليكيشن هي بتنسخ 20 بيس من هون 20 بيس من هون هنا 20 بيس من هون 20 بيس من هون هون 20 بيس من هون 20 بيس من هون وفعلياً آخر شغلات بتجمع مع بعض بتصير عملية اللي هي ريبليكيشن فعندنا إذا multiple origin replication اللي يمثل starting point وعندنا الشغل الثاني اللي هي bidirectional نحكي form of replication اللي تظهر بالنهاية في عندنا two strand high strand one original strand والثاني اللي complement the strand من نوع في السيليكون زيرو الموديل. هلا هون عملكم أخذتوا عن الدي إن إيه ريبليكيشن شباب؟ تأكيد ما أخذيها. طيب فهاي الدي إن إيه ريبليكيشن طبعا فيها هنا different enzymes. هذول الانزيمز اللي بيلعبوا دور مهم في عملية الدي إن إيه ريبليكيشن. شايفينها وراء؟ شايفينها صبايا؟ شباب معكم. طيب ففي هنا different enzymes أو different proteins. فبنلاحظ في هنا البروتين اللي هو DNA topo isomerase helicase اللي هو DNAB single strand binding protein primase DNA polymerase 2 and 3 عفوا 2 and DNA ligase. فنلاحظ انه هذولا عندهم different logo كل واحد راح نلاحظ في خلال عملية DNA replication play an important role. DNA topo isomerase بيعمل عملية relaxing the super coiled DNA نقول ان DNA هو بالتف هو بعضه معه وهو بيعمل عملية اللي هي relaxing and twisting the DNA. اوكي وفي عندنا النوع الثاني اللي هو الهيليكيز اللي بيعمل unwind of the double helix كمان بيصير عملية relaxation and unwinding. السنجل ستراند binding protein بيعمل prevent اللي هي الانيلين بيرتبط مع بس يفتح الDNA وصير في عندنا الDNA single strand بيرتبط
هذا البروتين والسنجل ستراند بايندينج بروتين بعد عمليه البريفنت انه يرجع الدي ان اي يرتبط ويصير دبل ستراند عبين ما تخلص عمليه الريبليكيشن. في عندنا البرايميز سنتسيس للار ان اي برايمر راح نلاحظ انه في بدايه الدي ان اي مالتيبليكيشن وي هاف سمول سيجمنت بنسميها ار ان اي برايمر هي اللي بتعمل عمليه اللي هي الكومبلمنتيشن بايندينج وذ دي ان اي ذن الانزيم اللي هو الدي ان اي بوليمرز فيه صار يبلش يضيف البيسس. فهلا راح نلاحظ فهو له دور في عمليه السنتسيس اوف ار ان اي برايمر. الدي ان اي بوليمرز 3 بعد ما سنتسيس للدي ان اي والبوليمريز 1 بعد ما نموف اند ريبليكيت ار ان اي برايمر والدي ان اي. واخر شيء اللايجيز اسهل واحد اكيد كنت تعرفونه بعد عمليه الليجيشن والدي ان اي فراجمنت اللي هي بلوكسات الفراجمنت. اوكي هلا راح ناخذهم بالتفصيل بس هم هذول اللي هن نقول 1 2 3 4 5 6 7 انزيم او 7 بروتين بعملوا على عمليه التكتيكيه الدي ان اي ريبليكيشن. فدايما بضحك لانه مخربط دائما بقول بروتين وانزيم. شو رايكم بالموضوع؟ هاي طبعا جاك سؤال الفاينل تقولي السؤال. طيب بس زي ما حكيت الصبيه هلا كل الانزيمز هي عباره عن بروتينز بس مش كل البروتينز هي عباره عن انزيم. لينا كودين جين شغل ثاني بس صح هلا بس الفكره انه اذا خربطت انزيم والبروتين هي ذا سيم. اوكي بس اذا نوع اقصد بالبروتين او شيء ثاني مش انزيم حكيت انزيم بتكون الامور غلط. اوكي فهون بس هون بروتين او انزيم ذا سيم لانه حقيقه انهم هذول انزيمات. طيب هلا بنبلش اذا في عمليه الدي ان اي ريبليكيشن كيف تضاعف الدي ان اي. ففي عندنا الجزء الاول اللي هو الهيليكيز بريك للهيدروجين بوند. اوكي هذا هون الدي ان اي بتتذكروا هو عباره عن دبل ستراند. فاللوع الاول في عندنا اللي هو الهيليكيز بصير يعمل عمليه اللي هي بريكنج اللي هي دبل بوند وبصير في عندنا اللي هي سنجل ستراند الدي ان اي. فبنلاحظ هون في عندنا الاوريجن اوف ريبليكيشن بالاضافه انه الجزء الثاني او الخطوه الثانيه اللي هي الاس اس بي اللي هو سنجل ستراند بايندنج بروتين اللي هو هون باللون الاحمر. اوكي فبنلاحظ انه بيرتبط ب ايتش سنجل ستراند تو بريفنت ايش اللي هي الري انيلينج او اعاده الارتباط مع اللي هو الدي ان اي. هلا فبنلاحظ بعدين في عندنا اللي هو بالبدايه قبليها طبعا التوبو ايزوميريز بيعمل ريلاكسنج سوبر كول دي ان اي واللي هو كمان الهيليكيز بعمل عمليه اللي هي انبوندنج اللي هو الدي ان اي. فبعدين زي ما حكينا بريك داون الهيدروجين بوندز عن طريق الهيليكيز السنجل ستراند بايندنج بروتين بيرتبط بيعمل بريفنت للري انيلينج. هلا الخطوه الثالثه انه هي في عندنا الدي ان اي جي. اوكي هذا البروتين بيعمل عمليه سنتسيس للار ان اي برايمر. فبنلاحظ انه هون في عندنا الدي ان اي صار في عندنا عمليه ارتباط لايش؟ للسيجمنت هاي الصغيره اللي هي عباره عن ار ان اي سيجمنت بنسميها اللي هو الار ان اي برايمر. اوكي هاي بترتبط هون وهون الدي ان اي. كما حكينا المره الماضيه انه الدي ان اي تاعنا البروسيس بتحدث ان باي دايركشن. فنلاحظ هلا انه في عندنا تو برايمر they will bind with each نحكي new strand او each strand هاي جديده. فهون ارتبط هون البرايمر الار ان اي برايمر عن طريق الدي ان اي جي وهون الدي ان اي جي عن طريق الار ان اي برايمر. هاي الخطوه الثالثه. هلا الخطوه الرابعه في عندنا الانزيم الثاني اللي هو دي ان اي بوليمريز 3 راح يصير في عندنا عمليه سنتسيس للتوتال ستراند اللي هي الخليه الجديده او الدوتر اللي هي الوليده. فصار في عندنا اذا هون البرايمر صار في عندنا هذا الدي ان اي بوليمريز يضيف هاي اللون الاحمر فبنلاحظ صار يضيف هون والدي ان اي بوليمريز هي 3 ارتبط بالسيكونس اللي قبلها وصار في عندنا عمليه اللي هي تضيف. هلا هون في عندنا بلش يظهر مصطلح الليدنج ستراند واللادنج ستراند. فالليدنج ستراند هي عمليه تصنيع الدي ان اي من 5 برايم ل 3 برايم بشكل كونتينيوس. اوكي بشكل كونتينيوس. اما
عملية اللي هي لاجين سلاند، هي عملية سنتسيس اوف ذا دي ان اي ان يعني ان ريستريكتد فورم او على شكل دي ريبريزنتد فايل. هلا فيها التفصيل. فبنلاحظ هون اذا الليدنج ستراند واللاجين ستراند دي ان بوليمرز 3 الونجيت الليدنج ستراند كونتينوسلي اند ذا لاجين ستراند زي ما قلت ايش ديس كونتينوسلي. فهاي اللي بتحكي فيها ان فراجمنت بصير يعمل عملية سنتسيس هذا البرايمر ل 50 بيس ويوقف، بعدين يمشي 50 بيس ويوقف 50 بيس ويوقف. اوكي فهي هاي ال 50 بيس اللي سواها او الفراجمنت اللي سواها بنسميها اوكازات الفراجمنت. هاي ان وان ستراند. هلا الستراند الثانيه لا بتعمل كلياتهم بشكل متصل. اوكي فبنلاحظ فبنلاحظ اذا هون الليدنج ستراند واللادنج ستراند. هلا الخطوه اللي بعديها في عندنا انزيم ثاني اسمه الار ان اي بولمريز 1. هذا الار ان اي بولمريز 1 ريموف اند ريبليس اليوبيتال فور ار ان اي برايمر. ايام الار ان اي برايمر اللي هم هون بالبدايه اللي حطيناهم هون هذول الار ان اي برايمر فهن عباره عن ايش؟ ار ان اي. واحنا قاعدين نعمل ايش؟ ريبليكيشن لشو؟ للدي ان اي. فالخطوه الاخيره ايضا للدي ال دي ان اي بوليمريز 1 بتعمل ريموف لل نيوكليوتايد اوف ذا ار ان اي برايمر وبتتم عباره عن ال دي ان اي بوليمريز 1 هون كمان بصير ايش نفس الوظيفه اللي هون حكينا عنها بتعمل عمليه دي اضافه كمان لل دي ان اي او فيلينج. وبالاخر في عندنا اللي هو دي ان اي لايجيز هي نفس الرسمه دي ان اي لايجيز اللي هو مرتبط هون بصير في عندنا عمليه لايجيشن للاوكازاكي فراجمنت. اوكي هاي هي عمليه الريبليكيشن كيف بتتم. اوكي وشو هم الانزيمز الهيليكيز والدي ان اي بوليمريز 1 والدي ان اي بوليمريز 2 و الاذر انزيمز. هلا الشغله الثانيه اللي رح نحكي عنها دي ان اي سيكونس ريبليكيشن اللي هو الاوريجن اوف ريبليكيشن. هلا في الايكولاي او اللي هي البكتيريا الشريشه كولاي في عندنا اوريجن اوف ريبليكيشن او مكان اللي هي ريبليكيشن بنسميه الاوري سي او الاوريجن اوف ريبليكيشن. هلا هو عباره عن يعني نحكي دي ان اي بيسز تقريبا هي 245 بيس بير. هاي البيس بيرز يوجوالي تريتش وذ اي تي ريجن. اوكي وبالتالي هلا بنلاحظ من هون الستركتشر تاع اللي هو الاوريجن اوف ريبليكيشن في الايكولاي كروموسومز بنلاحظ هو عباره عن اي تي ريتش ريجن. وبنلاحظ هون في ان الريجن الاولى بنسميها 13 ميرت والسيكونس الثانيه بنسميها 9 ميرت. 13 ميرت معناته هي عباره عن كونسيوس سيكونس يعني او كونزرفاتيف سيكونس نحكي بتحتوي على 13 بيس. بينما هون في عندنا السيكونس الثانيه اللي بنسميها 9 ميرت بتحتوي على 9 اللي هي بيس بيرز. Both they are rich in the AT region. اوكي فهذا اذا من ناحيه الستركتشر للاوريجن اوف ريبليكيشن هو هيك بيحتوي على 13 ميرت واللي هو ال 9 ميرت. لو واحد حكى لك شو يعني 9 ميرت يعني عباره عن سيكونس اللي من الدي ان اي بتكون موجوده على الاوريجن اوف ريبليكيشن. شو يعني اوريجن اوف ريبليكيشن؟ هو المكان الذي تتم فيه عمليه بدء الدي ان اي ريبليكيشن. فهذا النايم ميرت هو عباره عن سيكونس من البيسز تحت ال 80 عدد التسعه ريبيتد ماني تايمز ان ذيس سيكونس. والثاني 13 ميرت هي عباره عن 80 رقمهم 13 بكونوا متواجدين اكثر من مره وين كلياتهم هذول في الاوريجن اوف ريبليكيشن تاع اللي هو التيم او الكاريوتكس البروكاريوتكس. هاي نفس الشيء زي ما حكينا. هلا الايكاليتيك ريبليكيشن اوريجن بالايكاليتيك سيستم مثال عليها السكاروميسيس سيرفيس او اليست. كمان في عندنا مالتيبل اوريجن اوف ريبليكيشن هلا بنسميها اي ار اس اللي هي كونتينوس ريبليكيتد سيكونس. فهون اذا واحد مثلا يحكي شو الفرق بين الاي سي والاي ار تي او الاي ار سي اس شو الفرق بيناتهم؟
الفرق بيناتهم ان الـ ORC هو الـ Origin of Replication الموجود بالبكتيريا، والـ ARS هو الـ Origin of Replication الموجود بالـ Yeast. بس different organism فقط. هلا الـ ARS organization as sequential similar through the yeast genome. بنلاحظ كمان نفس هون، بنلاحظ انه هون بيحتوي على اللي هو الـ B1 والـ B2 و conservative sequence كلها كمان تحتوي على T rich region. طيب هلا هون بنلاحظ اذا replication بكتيريا شو دخل الـ origin of replication. لما نعمل يعني further zoom على عملية replication، فبنلاحظ هون هذا الـ 9 مرت والـ 13 مرت، بنلاحظ انه هون جزء منه الـ DNA الانزيمز اللي هي اللي موجودة او الجين الانزيمز اللي بتكون موجودة وإلها دور في عملية الريبليكيشن. DNA A والDNA B والDNA C bind to the ORC اللي هو Origin of Replication and initiate the replication. فبنلاحظ DNA A اللي هو الهيليكيز انزيم بعمل عملية اللي هي bind to the 9 mert اللي هو باللون أزرق and forcing unwind the 13 mert region to form open complex. فبعدين بصير في عنا المنطقة اللي هي 13 mert it will be open when the DNA A bind with the 9 mert. بعدين في عنا another two enzymes اللي هو DNA C with DNA B proteins they can اللي هو initiate اللي هي helicase activity بتعمل ممتاز helicase بطبط في هذولا sequence وتبلش يعمل عملية الأطمانية. فهي ممكن نحكي هي عبارة عن extravagant نفس الشرح اللي حكيناه بالبداية. قلنا انه الـ helicase بيعمل بيعمل عملية unwinding بقطع الـ AT region الـ AT double bonds وبيفتح ايش الـ origin of replication بصير في عنا عملية replication. هلا هون اعطينا details يعني ادق شوي، حكينا انه في عنا قبل ما يرتبط الـ helicase في عنا two steps happen. الـ steps هذول اللي قلنا في عنا protein اسمه DNA A والـ DNA B و C. الـ DNA A بيرتبط بـ location اللي هو nine merge repeat اللي هي location الموجود على الـ origin of replication، وبس يرتبط بعمل عملية اللي هي unwinding بفتح اللي هي الـ small نحكي fork اللي هي 13 مير و 13 مير بس يرتبط فيها DNA C و B تعمل عملية اللي هي يعني attraction للهيليكيز عشان يرتبط محطة كامل اللي هو الهيدروجين بوند في كامل السلسلة، بصير في عنا عملية اللي هي replication. توبو ايزوماريز انزيم اللي هو زي ما قلنا بعمل عملية اللي هي سوبر كويل للدي ان اي، بس تكون سوبر كويل دي ان اي. فبنلاحظ هون الانزيم عملية الانزيمز اللي لها ضرورية في عملية الريبليكيشن. اذا الدي ان اي شباب كان كومباكت سوبر كويل ما بتتم ايش عملية الدي ان اي ريبليكيشن، لانه الهيليكيز ما راح يقدر يرتبط الدي ان اي ما راح يرتبط الدي ان اي بولمنس 3 ما راح يرتبط. ف توبو ايزوماريز او عملية الـ untwisting او الـ winding للـ DNA او بفك الـ super coil is very important. هون بحكي لك انه هون مثلا الـ DNA part of it replication bubble بنلاحظ انه كان شماله this super coil، فكان في عنا initiation of DNA replication. هلا هون في عنا ممكن يكون في عنا هون origin of replication بس ما حققت replication. ليش؟ لأنه الـ DNA هون ماله سوبر كويل، فلازم نصير في عنا عملية اللي هي ارتباط التوبو ايزوماريز اللي بيعمل عملية كاتينج و فتك الـ DNA عشان يصير الـ DNA مور أو للسوبر كويل ويصير ايزي اكسسبل للهيليكيز أند أذر إنزيم ريسبونسبل فور DNA ريبليكيشن. البرايميز زي ما قلنا عنه هو عبارة عن فراجمنت من الـ DNA من الـ RNA اللي ترتبط بالبداية وبتم في علينا عملية البناء، والمرحلة النهائية قلنا اللي هو دي ان اي بروتينز وان بيصير يجين فيها السيكونس اللي هي سمول برايمر سيكونس اللي هي الار ان اي بصير فيها يستبدلها بعمليه اللي هي دي ان اي بيسز. فهي حكينا عنها ليدنج واللاند ستان حكينا عنها. هلا هون في عنا نفس ما حكينا باي دايركشنال، يعني في عنا الدايركشن هون والدايركشن هون. كيبينج ان مايند ان بوث دايركشن ستارتد شباب من 5 لل 3 برايم. هلا هون دائما كثير الشباب الصبايا بتخربطوا ايش يا شباب؟
تمام عندي؟ طيب فهلا كثير الناس بتخبط انه عملنا باي دايركشنال، كيف باي دايركشنال واثنين بيمرجوا من 5 ل 3 برايم؟ صح، فهنا عكس بعض، فاكيد رح يكون السيم اورينتيشن، يعني انت بلش من هون يعني بعدها ضيفه 5 برايم لان الصبي هنا 3 برايم، فاول ستراند اللي هي ليدنج ستراند بلشت من هون ضيفه كونتينيوس هذا ليدنج. الستراند الثاني هون شو المفروض هون عندي شو المفروض يكون الدايركشن؟ 5 برايم بلشت 50 وقفت بلشت 50 وقفه بلشت 50 وقفه هاي بتزادت بعدين صار لاجيشن. ففعليا اللي نتج عندنا تو سيكونس وكلياتهم بلشوا من 5 برايم 3 برايم. فالاكتيفيتي تاعت البرايمر والشغلات الثانيه كلها لازم تكون من 5 3 برايم بغض النظر انها بالليدنج ستراند ولا باللاجنج ستراند. اوكي؟ فهاي الباي دايركشنال اظن انها كلها معلومات حكيناها. الدي ان اي بولاريز 1 عنده 3 to 5 to 3 برايم اكسونيكليز اكتيفيتي لانه بيعمل موبايل للار ان برايمر، وعنده 5 to 3 برايم اكتيفيتي لانه بيعمل اد للنيوكليوتايد. ففعليا هو الدي ان اي بولاريز 1 تو ميجر فانكشن. الفانكشن الاولى انه بيعمل اضافه للبيلتين بالدوك للدي ان اي بيسز، بيعمل استطاله بالسلسله. والفانكشن الثاني انه بيعمل شو؟ بيعمل بالنهاية الريبليكيشن بيعمل موبل للفراجمنت اللي بلشنا فيها اللي هي الار ان اي برايمر. اوكي، فهون هاي شرح الحكي اللي حكيناه انه في عنده تو اكتيفيتيز الدي ان اي لاجيز اكيد قلنا بيعمل لاجيشن. فهي نفس الحكي اللي حكيناه. فان شاء الله المحاضرة الجاية بنكمل. اوكي، يعطيكم الف عافية وشكرا لكم. هلا شباب الله يبارك فيكم. هلا الاسبوع ال Thank you.